نديم أبو علي، متطوع بالصليب الأحمر اللبناني، مركز بيرز، بيروت. علي مهدي، متطوع بالصليب الأحمر اللبناني، مركز سور. زينة عبد الواحد، متطوع بالصليب الأحمر اللبناني، مركز علي. أنطوني نعمة، متطوع بالصليب الأحمر اللبناني، مركز جميزة. ريان حنو، متطوع بالصليب الأحمر اللبناني، مركز طرابلس. الام اس منتشرة على جميع الاراضي اللبنانيه، هيدي قوه كثير كبيره ومقبوله من المجتمع اللبناني، وبتتحرك من الشمال للجنوب، من بيروت جبل لبنان البائع، وهيدي نقطه القوه تبعها. يعني الصليب الاحمر اللبناني فرع الاسعاف بيقدر بنص ساعه يامن 50 سياره اسعاف جاهزه بخطه احترازيه كامله متكامله على جميع الاراضي اللبنانيه، وقادر يستجيب باي منطقه معينه باي سيناريو باي حدث يقدر يلبي نداء. ومهمته أساسية الإسعاف من الأرض للمستشفى، من مستشفى لمستشفى ومن مستشفى للبيت. والنقطة الأساسية ثلاث أنواع حوادث: حوادث منزلية، حوادث العمل، وأكثر شيء حوادث السير. شو صار معك؟ جرحت إيدي بالإزازة. مراكز فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية. عندنا 46 مركز وأربع غرف عمليات، 289 سيارة إسعاف، 2700 مسعف متطوع. وبلغت عدد المهمات سنة 2013 231 ألف مهمة، وهالنسبة كل سنة عن سنة عم بتكون بتزايد. إذا بدنا نعمل مقارنة بين نيسان 2013 وشهر نيسان 2014، لاحظنا أنه في 2000 مهمة زايدة خلال شهر نيسان 2014. عمليات الصليب الأحمر بتتلقى غرف العمليات بالصليب الأحمر اللبناني النداء على خط الطوارئ 140، وتتحول هذا الطلب النداء على اقرب مركز او اقرب سياره لحتى يكون عندنا في سهوله او وصول اسرع للمصاب. حادث سير بجل الدير بجل. يلا مدام بس هيك روقي شوي لاقدر ساعدك، انا دغري الامبولانس هلا دغري حتمشي لعندي. ولحتى نحافظ على المستوى تبع غرف العمليات ونطابق المعايير الدوليه، اشتغلنا على سيستم جديد منطلع منه من الأعمال الورقية، منروح على المكننة، وهالسيستم الجديد كمان بيساعدنا لحتى التفاصيل اللي منخدها من المواطن تقدر تحدد لنا مين أولوية لحتى نقدر نلبي حسب أولوية الإصابة. موجود طاط مع جزيرة من الصليب الأحمر، شو اسمك؟ أليس. أليس شو صار معك؟ دايخة. Der Ambulanzdienst des libanesischen Roten Kreuzes hat eine Besonderheit. Er hat Zugang zum gesamten Land. Er wird akzeptiert von allen Teilen der Bevölkerung im Libanon und nicht zuletzt auch von allen politischen Parteien. Das liegt zum einen an der sehr guten Qualität der Arbeit, die hier geleistet wird, zum anderen aber auch daran, dass sich das LAK strikt an die Prinzipien der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung orientiert und insbesondere zwei Prinzipien folgt, der Neutralität und der Unabhängigkeit. Wir müssen dazu beitragen, insbesondere auch in unserer Kooperation mit dem LAK als Deutsches Rotes Kreuz, dass diese Prinzipien gewahrt bleiben und dass das LAK diese Arbeit weiter durchführen kann. The Search and Rescue Project is a cooperation between the Norwegian Red Cross and the Lebanese Red Cross. This project started in 2009. And the general objective of the project was to strengthen the capacity of the Lebanese Red Cross EMS service to respond on missions related to search and rescue. The Lebanese Red Cross has developed a strong ambulance service across the country in Lebanon for many years, but they were also interested in developing a capacity within search and rescue. This was a field that the Norwegian Red Cross had a strong expertise in, and we have been able to support the Lebanese Red Cross with experienced search and rescue volunteers from Norway, developing training techniques adapted to the Lebanese context. So in the four or five years since 2009, we have been able to train 300 volunteers spread across 15 ambulance stations around the country. So far, the Lebanese Red Cross has been able to respond to 23 search and rescue missions of various types around the country. Any positions, please? لنبقى على مستوى عالي من التقنية ونقدم أفضل خدمة للمريض بلبنان، بلش مشروع التدريب بسنة 2008 بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية،
ولحد 2013 درب 2650 مسعف. حالياً في دعم من الصليب الأحمر النرويجي ولحد اليوم درب 500 مسعف. صار معي حادث على طريق أنتلياس بكفية. فاتت فيه سيارة وأنا كنت مسرع. طرد والعالم اللي كانوا موجودين هناك أكيد دقوا للصليب الأحمر و نقلوني على المستشفى. هلا أنا بعد ما وعيت عرفت إنه عم بيقول الحكيم كان إنه لو كانت نقلتي منا صح كان فيها شلل، جرح واحد ركبتي وكتفي وحوضي وظهري، كنت كتير متأذى. بدي أقول مرسي كتير لقلون، بدي أشكرهم كتير وعني وعن كل حدا عم بيصير معه هيك على الطرقات، عم بيصير معه هيك كايات، ومرسي كتير لقلون يعطيهم العافية. النقطة الأساسية هي الحفاظ على المتطوع من استقطابه تيكون حيادي ومستقل وعدم متحيز وبيطبق المبادئ ومستوى تقنية عالي، وأهم شغلة يكون من النخبة تبع المجتمع يلي محترمة بكل المجتمع اللبناني بشريحة المجتمع. وهيدي نقطة أساسية بتخلي المتطوع يقدر يستمر بمهامه ويقدر يحافظ على استقلاليته ويعطي أثر وصورة إيجابية للجمعية. أنا بحب أوجه كلمة شكر لكل متطوعي فرق الإسعاف والطوارئ على كل شيء عم بيقدموه أو على كل شيء عم يعملوه، لأنه اللي عم يعملوه هو إنجاز بظل هالأوضاع السيئة الاقتصادية والأمنية، لأنه الإنسان بحاجة لهيك ركائز وهيك جواهر لحتى نقدر نكمل بعملنا الإنساني.